هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ونورنا في ضيفتنا في الاستوديو دكتور سيف الدين احمد فرج خبير التخطيط العمراني، وواحد زي ما بنقول كده ايه بالبلدي من المطبخ، عارف الملعب فيه ايه وعارف الاستراتيجيه والخطه اللي وضعتها الدوله من 2014 للتصدي للتخطيط العمراني العشوائي، وايضا للمناطق غير الامنه، وايضا للاراضي ازاله الاراضي طبعا والتعدي على اراضي الدوله. نورت يا دكتور. شكرا. عندنا ملف كبير شغالين فيه من 2014، واحنا يمكن في حال بلدنا هنا فاتحينه باستمرار لانه ملف ما بيخلصش، وحتى الاستراتيجيه اللي وضعتها الدوله او الخطه اللي وضعتها حطتها على مراحل، شفت المراحل دي في تنفيذها ازاي؟ بص حضرتك، هو موضوع العشوائيات ده ما بدأ، يعني مش وليد اللحظه، ده بدا في نهايه الستينات وحاولت الدوله تعالجه على مختلف الحكومات المتعدده، ولكن للأسف كان مدخل الحل غلط، كانت عايزة تحل الظاهرة وما بتحلش السبب. بمعنى ان انا عندي منطقة عشوائية، طب ابني قدامها سور وادهنه عشان اخبي المنطقة العشوائية عشان دي عورة. تمام. وشفناها في بعض المناطق في القاهرة ايه متعددة، عارف. بس في 2014 كان الاستراتيجية مختلفة تماما. الفكر كان السبب ايه عشان نعالجه ونستأصله من أساسه، عشان كده كان المردود والنتيجة صح. هنا أعتقد بتكلمي على المناطق الغير مخططة مش الغير آمنة. الاثنين هقول لحضرتك ليه. احنا كان في تقرير لوكالة التنمية الأمريكية سنة 86 بيقول ان 84% من مصر اسكان عشوائي. واخد حضرتك من الرقم 84%. يبقى الموضوع كان قديم طبعا، كانش وليد اللحظة. في 2014 بقى اللي حصل ان الدولة قالت عايزة تحل، عايزة تشوف السبب ايه، فبدأت تدرس، فلقت ان السبب الاساسي لظهور العشوائيات هي الهجرة الداخلية من الريف والصعيد الى القاهرة الكبرى واسكندرية. طب انفجراف مجلس الوزراء يصدمك يا دكتور، يعني انفجراف مجلس الوزراء يقول لي ان سوهاج اكتر المناطق اللي فيها مناطق عشوائية واكتر المناطق اللي اتعمل فيها تعديات، ده لسبب تاني برضو. انا بكمل كلام حضرتك. ان الهجرة اللي جت من الصعيد اللي جت للقاهرة او الاسكندرية او الكلام ده كله هي اللي ممكن سببت في البناء العشوائي بالزبط. بس اصلا الصعيد مليان برضو بناء عشوائي، هو دي ليها سبب تاني برضو هنقوله ماشي. بس دلوقتي الدولة عشان تعالج السبب ده لازم الهجرة دي ما تحصلش. يعني طب الهجرة دي حصلت ليه ساعتها؟ لأن كل مشروعات الدولة الاقتصادية وكل الخدمات العامة متركزة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وبالتالي فرص العمل القاهرة جيزة قلوبية إسكندرية، فرص العمل، الخدمات، التعليم، كل حاجة متركزة في هذه المنطقة. فكان شيء طبيعي جدا قصاد إهمال الريف والصعيد وتهميشهم، ما كانش عندهم ميه صالحه للشرب، صحيح، ما كانش عندهم شبكه صرف صحي، كانوا بيسرقوا الكهرباء من عمليه الاناره في الشوارع. يبقى دي مش حياه، هم اضطروا للهجره. تمام. طب الدوله بقى جت عايزه تحل المشكله حل جذري، كان مشروع حياه كريمه. مشروع حياه كريمه ما سابش نقطه في مصر، مساحه في مصر الا غطاها، غطى جميع المحافظات. هنا من مشروعات البنية التحتية اللي اتمت في المحافظات اللي حضرتك تقصدها، ولا وجود مشروعات واستثمارات هناك فيبقى في فرص عمل؟ استراتيجية كاملة بقى الاثنين، كل اللي حضرتك تقول عليه ده. النهاردة اصبح في الصعيد في مية صالحة للشرب، صحيح، في صرف صحي، ما عادش في ترانشات بقى وكل شوية يجيب العربية وننزح، ما فيش ده. هنا بنتكلمش على المحافظات، بنتكلم على الكورة كمان طبعا. كل الكلام ده ما عادش بقى في فرص عمل. النهارده اول مره تشهد مصر في 2024 هجره داخليه عكسيه، بمعنى بيطلعوا من القاهره لمحافظات اخرى، يرجعوا تاني. ما انا كانت بتحصل في بعض المحافظات السياحيه زمان النادره، صحيح، وبنسب بسيطه طبعا، لكن النهارده بتحصل. ليه؟ انا النهارده لما اكون من الصعيد، من سوهاج او من اسوان او او او، وبلدي فيها ميه وفيها صرف صحي وفيها مستشفى وفيها فرصة عمل، وده طبعا الأهم. طب أقعد في القاهرة ولا خليني في أهلي؟ مستوى المعيشة كلنا عارفين في القاهرة أغلى كتير من الريف. الريف أرخص كتير هو والصعيد من القاهرة. فهو يرجع لبلده، مستوى المعيشة الأسعار أقل، وبالتالي يقدر يعيش أحسن. يعني بالبلدي كده الدولة وقفت النزيف
الاول وبعدين شافت بقى المناطق دي اعد هيكلتها، فده شايف الحاجه ان ده الحل اللي كان المفروض يحصل من زمان. ده كان حل قفل الحنفيه يعني زي ما بيقول قفل المحبس بالظبط، الحنفيه ده المحبس، ده المحبس كله صح خلاص مفيش هجره، وخلق فرص عمل. يعني النهارده في فرص عمل في كل محافظات مصر، وبالتالي مفيش هجره بقى. لان هم لما هاجروا هم برضو كانوا معذرين، ما عندهمش خدمات، وجه ما عندوش مهاره، ما عندوش حرفه، فاشتغل اعمال هامشيه، بواب، يمسح عربيه، يعمل حاجه. فلما قعد، طب ما هو عايز يبني، عايز يعيش، مش هيقدر ياخد شقه، عمل له عشه، استقر شويه، جاب مراته وجاب ابن عمه وابن خالته، بقت منطقه عشوائيه، بقى وتحديدا في المناطق غير الامنه، الغير امنه، بقى اسكان عشوائي، وانتشر انتشار سرطاني. صحيح، هي دي كانت المشكله. اتقفلت بقى من الدوله زي ما حضرتك قلت كده بحلول جذريه، ان انا نميت الصعيد ونميت الريف. انا عايز ارد بقى على حضرتك في جزئيه قبل ما انسى. كنت بتقولي ان سوهاج فيها اسكان عشوائي. اقول لحضرتك اسكان عشوائي برضو له سبب تاني غير الهجره. ان في اراضي ملك الدوله كانت كتيره قوي. يعني في الفتره تعدي على ارض الدوله الملف العمراني كبير لوحده. اراضي دوله كتير، ولدرجة ان الاراضي دي مش محصورة لدى الوزارات ولدى الهيئات الحكومية. يعني وزارة عندها اراضي وما عندهاش علم بيها، يقوم واحد يجي يضع يده عليها ويقسمها ويبيع ويكسب، وعلى مر سنوات كتير بتتنسي زي اللي حصل في عزبة الهجامة. صحيح، عزبة الهجامة في ناس اختنت منها هنا فاحش، جم ارض مالها صاحب قسموها، طلعوا بس دول مش عاملوا اسكان عشوائي دور ولا دورين، عملوا عمارات 15 دور. ابراج كان بقى كانت ملكيه لمين اصلا المفروض؟ لا، هي دي كانت مناطق متخللات، يعني في منطقه دي ملك الدوله ودي ملك الدوله، وفي اماكن كانت لوس. فهم دول بيبقوا اللي سمسره خبراء في ان هو يعرف دي مالها الصاحب، دي صاحبها مسافر الكويت يسيح دي معدي بمعنى بس. صح، ده اللي حصل. فهي دي مشكله، وده الفرق بقى لما الدوله جت بقى تاخد الخط الصح والاستراتيجيه الصح. عملت ايه؟ اول حاجه عملتها انها صنفت الاسكان العشوائي لصنفين، مساكن قليله السكوت في منتهى الخطوره، ممكن تقع على اشد خطوره، اشد خطوره، يبقى اذا هنا في خطوره على الارواح وعلى الممتلكات. النقطه الثانيه دويقه بقى والهضبه والكلام ده، كل المناطق بعضها والسيده زينب، بدي بقى بالامثال عشان الناس تبقى فاهمه، والمنطقه اللي عند السيده عائشه، عرب يسار، الحطابه، كل ده. طيب الجزء الثاني بقى، وهو اماكن مش قايله للسكوت ولا فيها، ولكن غير مخططه، ولكنها غير مخططه، زي عزبه الهجامه. انا النهارده لما اشوف عمارات 15 دور على حاره 2 متر، لو حصلت حريقه صحيح يحصل ما بيعرفوش يخش، مفيش عربيات ما تعرفش تخش، لو واحد حصل له هارت اتاك مفيش عربيه اسعاف تعرف تجيبه، التوك توك بيخش بالعافيه، التوك توك بيخش بالعافيه. الغريبه يا فندم، المناطق غير مخططه دي المفروض كان عقاب الدوله ليها في حقبه زمنيه فاتت بعدم توصيل المرافق. في بعض المناطق كان عندها مرافق، سرقة. بيسرق، يعني هو عايز كهرباء يسرق من عمود النور، عايز صرف صحي على نسبة الابراج دي والمحلات والحاجات اللي شفناها. انا بدي المثل اللي حضرتك قلته، يسرقوا كلها حاجات غير شرعية. صرف صحي، يعمل ترانش ويتنزح كل اسبوعين. صحيح. كانت البنية الاساسية غير شرعية. النهاردة الدولة تولت برضو قضية الاسكان الغير مخطط. طب بتعمل فيه ايه بقى؟ لان حضرتك ده يكلف الدوله اكتر من المدن الجديده. طبعا، لان انا النهارده لما اخش على شارع 2 متر ولا 3 متر انا عايزه على الاقل يبقى 12 متر عشان عندي ارتفاعات 15 دور. بعمل ايه؟ بشيل صف بيوت من على اليمين وصف بيوت من على الشمال. الدوله بقى كانت قبل كده لما بيت بيقع ولا بتشيل صف بيوت كانت بتعمل ايه؟ كانت التعامل الدولة مع المواطن انها بتديله خيمة ايواء. تمام. من 2014 لغاية النهاردة لم تنصب في مصر خيمة ايواء واحدة لمصري او لغير مصري. بالعكس، اعتقد المساكن الايواء دي اتشالت اصلا. مفيش ايواء، لان هي كانت برضو، اقول لحضرتك حاجة، مساكن الايواء بتاعت زمان دي كانت نواة للاسكان العشوائي. لان انا دلوقتي بدي واحد شقة مساحتها 60 متر
وهو متجوز وعنده عيال وعايز يوسع، بيوسع في البلكونات، بيعلى بدور كمان، بيمتد في عرض الشارع. وشفنا كتير. طب كان هنا مثلا على النهضه ودار السلام وبعض المناطق دي، انا فاهم صح، انا بترجم بس للناس عشان شايفين الصوره واحنا بنتكلم. طبعا فكل ده عشوائي. النهارده بقى الدوله الاسكان الغير مخطط بتشيل الصف اللي على اليمين والصف اللي على الشمال، طيب بتشيلهم بتعوضهم بأماكن بقى. اقول لحضرتك بتدي للمواطن ثلاث بدائل، يا اما ياخد قيمه سوقيه فلوس يقدر يجيب بيها شقه مناسبه له، قيمه سوقيه عادله عادله تماما عادله تماما، يا اما ياخد فلوس ياخد بيها شقه، يا اما ياخد شقه في الاسمرات كامله التشطيب والتاسيس، ثلاجه وغساله وبوتاجاز وتلفزيون، يروح يعيش على طول يعيش، وخدمات ونادي يا اما ياخد شقه قانون جديد والدوله تدفع له ثمنها لغايه ما تعيد البناء مره ثانيه ويرجع ياخد واحده زي ما حصل في مثلث ماسبيرو في تل العقارب. وفي تل العقارب، تل العقارب الناس كانت قاعده في مناطق غير انسانيه، حيوانات وحشرات ومخدرات، كل المشاكل الاجتماعيه اللي حضرتك تسمع عنها في هذه المنطقه. خلصت يا فندم الكلام ده على الارض فعلا؟ خلصت وبقت روضه السيده. حضرتك ممكن تروح تشوف عمارات رائعه، بس ما نسيتش الدوله بقى ان المسكن النهارده في منظور الدوله ما هوش مأوى. المسكن عباره مجتمع عمراني متكامل، مثلث مسكن، خدمات عامه وبنيه اساسيه، فرصه عمل. ليه فرصه عمل؟ عشان ما ينفعش اكون شغال في 6 اكتوبر وساكن في 10 رمضان. صحيح. بقطع المشوار ده كله، انا قطع المشوار ده تكلفه. ما هو ده لو حضرتك برضه حضرتك قديم في الموضوع ده، كان ده اللي بيحصل زمان، ان انا انقلهم في مكان ما يعني لو وفرت له مواصلات يبقى ده كتر خيره، فما كانش بيقعد وكان بيرجع تاني. طب انا اقول لحضرتك حاجه، يعني من واقع شغلي، مره ادوا لواحد من اللي عايزين تعويض شقه في الدور الخامس. كانت مشكلته ايه؟ ان هذا الراجل عربجي عنده حمار، كان بيطلع بالدور الخامس كل يوم. تخيل بقى ده ما عندوش مكان ليه، بيطلع بحمار 5 ادوار عشان يحط الحمار عنده. السكان اللي تحت بيشتكوا ان الحمار طول الليل بيرفص. يبقى مفيش دراسه كتير. والله فندم على المثال اللي حضرتك بتقوله، هي مش دي المشكله، انا ما وفرتوش فرصه عمل بديله صحيحه ليه، فاستمر فرصه العمل اللي هو كان موجود فيه، فبقت ما زي ما حضرتك قلت فعلا بقت مأوى. بس بالظبط، علشان اعمل دراسه متكامله لازم يبقى دراسه اقتصاديه، دراسه عمرانيه، دراسه اجتماعيه، بليه دراسه شامله. لكن ماليش احط الناس في مكان وخلاص، لا، الناس دي ما هياش قطط. صحيح. دول بشر. الدراسه دي هل اتعملت في القاهره بس ولا اتعملت في 27 محافظه؟ لان كل مجتمع عمراني وكل محافظه ليها من عاداتها الاجتماعيه وليها من تقاليدها وليها خصوصياتها. ده اللي هنعرفه من دكتور سيف بعد الفاصل. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-6-6. هوا يا مصري على الراديو 90-90. لسه دكتور سيف الدين احمد فرج خبير التخطيط العمراني نورنا في حال بلدنا، وبنتكلم على موضوع وملف مهم جدا وانا بعتبره ملف امن قومي، وهو التعديات على اراضي الدوله وعلى الاراضي الزراعيه والتخطيط العمراني والخطه اللي اتوضعت من 2014 وصلنا فيها لايه. وكنا بنتكلم مع الدكتور ما سمعناش قبل الفاصل، اتكلم معانا ان الدوله اشتغلت باستراتيجيه مهمه جدا، وهي الحلول اللي مش في حقب زمنيه كتير اشتغلوا عليها للتخلص من البناء العشوائي، وهو وقف الهجره من محافظات الريف او الصعيد للقاهره الكبرى، بانها فتحت حياه كريمه وانها فتحت بنيه تحتيه موجوده في المحافظات دي، وايضا كمان عملت فرص عمل موجوده هناك. وهنا بقى عملوا مجتمعات عمرانيه محترمه، ما عملش مأوى زي ما الدكتور سماها، عجبني اللفظ جدا، مش مأوى مش بيت بس، لا، عمل له مجتمع عمراني كامل. ولكن سالت الدكتور قبل الفاصل قلت له كل محافظه وليها خصوصياتها وليها تقاليدها وليها دراساتها المجتمعيه، هل ده تم ولا تم في القاهره بس؟ تم في جميع المحافظات، بدليل ان كنا في الاول، يعني احنا كان بدايه المدن الجديده سنه 80، اول حاجه عملناها في سنه 80 كان ايام المهندس كفراوي الله يرحمه، حسب الله كفراوي، تمام، كفراوي. بدانا ب 6 اكتوبر و15 مايو و10 مايو، تمام. احنا النهارده بنتكلم في مدن الجيل الرابع، احنا النهارده 2024، يعني عدى على التاريخ ده 44 سنة ولسه بنقول على 6 اكتوبر مدينة جديدة. دي عجزت وشاخت. صحيح. 44 سنة. هي تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة. بالظبط. فلازم نقول عليها جديدة، احنا مالناش دعوة.
كانت زمان 6 اكتوبر مدينه جديده، النهارده ما اصبحتش مدينه اكتوبر مدينه، النهارده بقى لازق فيها مدينه اكتوبر الجديده، مدينه اخرى توسع اللي تم ليه. لا مدينه مدينه اخرى، مش اكستنشن، مش توسع. اصل في بعض المحافظات حصل لها توسع او اكستنشن، اقصد الجديده من الجديده الكلام ده كله. دي مدينه ولها ولها كيان ولها جهاز ولها اراضي، قصه كبيره. يبقى النهارده 6 اكتوبر جنبها مدينه 6 اكتوبر الجديده، تمام، جنبها ايضا مدينه حدائق اكتوبر، صحيح، بالاضافه للتوسعات الشماليه اللي هي تعتبر مدينه لوحدها، وكل واحده زي ما حضرتك بتقول ليها جهاز خاص بيها لادارتها ومشاكلها وكل حاجه. وكذلك الشيخ زايد، الشيخ زايد يبقى النهارده عندي الشيخ زايد وعندي نيو زايد، صحيح، وعندي مطار سفينكس اللي هو حاجه مهمه جدا في منطقه الشيخ زايد اكتوبر، لانه عمل نقله حضاريه جامده، وكنا محتاجين مطار في المنطقه دي فعلا. كمل لك المجتمع العمراني اللي انت عايز تعمله بالظبط كده. ان كمان كان عندنا مشكله في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ان كان في مشاريع هي اصلا زراعيه، ولكن هم في غفله من الزمن خدوها وقسموها مشاريع اسكان زي الريف الاوروبي هذه كانت اراضي زراعيه ولا اراضي مستصلحه؟ يعني اراضي صحراويه اصلا مستصلحه، لو ذكرت الريف الاوروبي تحديدا، يعني مستصلحه الريف الاوروبي وغيره وغيره، كل هذه مواد كان استصلاح، كل واحد ياخد له 5 فدان يستصلحهم، كانوا بيدوا نسبه بناء 5% اعتقد على 5 فدان دي. اللي حصل ان هم خدوها وعملوا فيها مشاريع اسكان، صحيح، فالدوله راحت واقفه في 2014، واللي كان متصدر المشهد ساعتها الله يمسيه بالخير المهندس محلب. ابراهيم محلب طبعا، المهندس ابراهيم محلب كان رئيس اللجنه اللي فوضت الناس دي. الناس دي ما عندهمش صرف صحي، ما عندهمش ميه، ما عندهمش، الدوله هتديهم كل حاجه، صحيح، ده كان في لجنه خاصه هو بيرأسها، هو كان رئيسها، صحيح، ووصل لاتفاقيه كويسه جدا، يتنازلوا عن نص ارضهم وياخدوا كل حاجه، ياخدوا مرافق وياخدوا، بس يتنازلوا عن نص ارضهم 50% عشان عيد تخطيط النص التاني ده. هم كسبوا طبعا، الدوله كسبت، ده كان فكر، كان فكر جديد ان هم كسبوا، صحيح، ان هو اصبح عندهم صرف صحي وكهرباء وميه وغاز. الدوله برضو كسبت ان خدت مناطق جديده، اراضي جديده ممكن تعمل فيها مشاريع متعدده. يعني شايف ان المفاوض الحكومي هو اللي من اسباب نجاح كمان الملف ده؟ ده هو من اهم اسبابنا، من اهم اسباب طبعا، لان حاجه ذكرت لي قبل الفاصل، قلت لي مثلا في مناطق غير مخططه برضو زي النهضه والحاجات كتير، ادوا تعويضات وادوا بديل امن برضو في نفس الوقت، زي ما حضرتك بتذكر دلوقتي في اكتوبر والطريق الصحراوي، المفاوض لما نجح هنا الناس كله طاقه وقدروا يطلعوا، لان كان في حاجه يطلعوا زمان، لا طلعوا دلوقتي ليه؟ لان في حاجه النهارده في الشارع المصري اسمها هيبه الدوله، تمام، هيبه الدوله موجوده، لكن لو هيبه الدوله زي زمان كانت اتهزت ما كانش الاتفاقيه دي حصلت. ما كانش الدوله وصلت لحاجه. يعني هنا التوازن مفاوض مع هيبه الدوله. بس طبعا طبعا الاثنين، هيبه الدوله موجوده ومحفوظه، وما يعني احنا اهم مشكله النهارده بتعانيها مثلا محافظه زي محافظه اسكندريه، التعليات اللي تمت في مرحله الانفلات الامني. طبعا الانفلات الامني ده كان فتره سيئه جدا عدت على مصر في 2011، صحيح، ظهر حاجه حضرتك اسمها الكحول. الكحول ده واحد مسجل خطر، مجرم وهربان من السجن وما بيتسجنش لان عليه احكام كتير قوي، تمام، بيعمل ايه؟ حضرتك عندك فيلا دورين، فيقول لك انا هبني لك عليه 10 ادوار وهيبقى كل حاجه باسمي، عشان لو جه حكم او ليه جه اي حاجه انا اللي مسؤول، انا هاد واخد انا النص وانت النص. طبعا الكحول ده انا النهارده ده مش واحد طبعا، ده اكتر من واحد، لا ده رمز، ده رمز او وظيفه، تمام، واخد بالك؟ انا النهارده عشان اعمل تعليه قانونيه على فيلا لازم اجيب مهندس استشاري معتمد من نقابه المهندسين، مهندس انشائي، وسع الشارع وحاجات كتير، ليها تفاصيل، ليها قصه كبيره. طب اللي حصل ده حصل في غفله بالزمن، النهارده لازم، انا شايف ان نقابه المهندسين تتولى مراجعه جميع العمارات اللي تم تعليتها في فتره، اعتقد في اعضاء من نقابه المهندسين داخل اللجان اللي بتقوم بده طبعا، لازم كل اللي حصل في فتره الانفلات الامني دي، كل التعليات دي لابد اساسها تتراجع. انا هروح مع حضرتك، التوسيع اللي بيحصل في كورنيش الاسكندريه ده من ضمن الحلول، انه بيوسع مثلا الشارع شويه عشان كمل الابراج والبنى، ولا ده ملوش علاقه؟ لا هو اعاده تخطيط، اعاده تخطيط، اعاده تخطيط. طيب ده ملف مهم جدا، فاحنا كده نقدر نقول ان احنا تخلصنا من المناطق الاكثر خطوره او الغير امنه، خلصت ولا لسه فيه؟ لا خلصت بنهايه 23، خلصت
الفنون. وشغالين دلوقتي في الإسكان الغير مخطط اللي هو هنعمل له طرق اللي هي بتكلفنا أكتر من المدن الجديدة، طرق وخدمات وجرين إيريا وشبكات صرف صحي وشبكات كهرباء وغاز ومية وصيانة. انت في المطبخ ففاهم ان كل اللي انت عملته ده لو عملتلوه صيانة مع موروثات وعادات غير صحيحة من بعض اهالينا بترجع تاني تبوظ. اقول لحضرتك اتفضل. كل طريق من الطرق اللي اتعملت والكباري، اصل ناس بتقول ليه الطرق وليه الكباري وليه احنا لولا الطرق والكباري دي كان زمان النهاردة واقفين، واحنا النهاردة عدينا 100 مليون، كان زمان واحنا رايحين الشغل بنقف 6 ساعات. صحيح. يعني برغم كل ده في ازدحام احيانا برغم كل الشرايين، في بعض المحاور انما ربنا لا وشعب معترف بده الصراحه، كل الشرايين اللي اتفتحت دي. طيب هي الشرايين دي ناس بتقول ليه كلفنا طرق وليه كلفنا. انا النهارده لو بتكلم في الصناعه عشان انقل ماتيريال من مكان للمصنع عشان يصنعها مش محتاج طريق. طب بتكلم في زراعه نفس الكلام، كله نقل المنتجات عشان انقي حاجه من المصنع هصدرها بره مش محتاج طريق. صحيح. يبقى الطريق ده هو الشريان لاي تنميه عمرانيه، اي تنميه حضاريه، اي صناعه، اي زراعه، اي حاجه محتاج طريق. من غير طريق كان بالظبط واحد عنده القلب وشرايينه كلها الكوليسترول سددها. ازاي تعيش الشيء بالشيء يسكر؟ يمكن حاجه بتكلم دلوقتي على الشرايين او على المحاور اللي اتعمل الجديد اللي داخل القاهره مثلا، دي مين اللي بيقوم بالتخطيط فيها؟ في بعض النقد بيحصل من الناس الملفات او اليوتيرن او بيبقى من بعيد جدا، وسع الموضوع خلى فيه اشارات كتير فعمل سبب في زحام تاني لبعض الشرايين الموجوده مثلا في محافظه القاهره. مين اللي بيقوم بالتخطيط ده؟ لا، اللي بيقوم بالتخطيط اساتذه كليه الهندسه. تمام. عارف المحور، بيبقى عارف المحور او عارف الشريان ده مخرجه منين او مدخله منين، ولا هو بيخطط تخطيط هندسي صحيح وملوش دعوه؟ لا 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 لا، عارف المحور وعارف الكثافه المروريه وعنده جميع الدراسات اللي تتيح له انه يعمل افضل تصميم لطريق. افضل تصميم لطريق وعارف الراش اور. امن. وعارف الراش اور وعارف كل الداتا عنه، كل التفاصيل عنه. بيبقى فيه يا فندم، انا عارف ان حضرتك طبعا ليك باع في ده، بيبقى فيه اعتراضات لبعض المحاور في شرق القاهره مثلا، انا دلوقتي عشان الف من هنا باخد مسافه كبيره جدا، فانت بتوقفني في زحمه لليوتيرنز ضعيف ده، فانت ليه مش معامل اكتر من ملف؟ ده راي الناس. ان انا خارج من الشارع ده فبضطر اخد من شارع تاني خالص. احنا ولا احنا اتعودنا على الغلط؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. احنا مشكله. انت فاهم انا اقصد ايه؟ طبعا طبعا فاهم. بس انا لو فتحت بالاسامي الرسائل مش هتخلص. انا عايز اقول لحضرتك، اتفضل. احنا مشكلتنا ان احنا يعني مش عارف اجملها ازاي، خدنا على الفوضى. تمام. عايشين بقى لنا 50 سنة في فوضى. فجينا عملنا نظام فالناس اتخنقت. صحيح. انتوا هتقرفونا يعني مش متعودين على النظام. يعني ما احنا كنا عايشين في هرجله وكنا مرتاحين. لا تعالى، مفيش ومفيش ومفيش ممنوع. يعني الناس النهارده بتعترض على وجود رادارات بكميات كبيره في وسط القاهره و و و لا اقول لك حاجه محدش سمعنا ايه. لا هي كتير قوي يا فندم. اقول لحضرتك انا اكتر واحد متروق فيها ايه. وانا متروق فيها انا بالزبط. انا لسه متاخد مخالفه على كوبري 6 اكتوبر. في رادار على وزاره الماليه. صحيح. خدني. لا لا، هو في كل حته. هو في كل حته. عارفه ده مستقصدنا. عارفه. يبقى اذا بس ما اتكلمتش خلاص. ده نظام، انا ارتضيت النظام. صحيح. لازم كلنا ندفع ثمن النظام. اللي بيحدد السرعات هنا مش حضراتكم اكيد كخبراء او بيبقى وزاره الداخليه اعتقد، بيحدد السرعات مثلا على اكتوبر 60 على لا، السرعه التصميميه اللي بيحددها اللي بيصمم الطريق. اللي بيصمم الطريق استاذ كليه هندسه. 60 قليل يا فندم على اكتوبر، هتدفع كتير اخر شهر، انت حر اتدخل احسن لك. 60 بيبقى الكثافات المروريه عاليه على كوبري 6 اكتوبر. صحيح. لو اتفتحت اكتر من 60 يعمل حوادث. يعمل حوادث، يعني مثلا طريق زي الطريق السياحي، مش عارف حضرتك عارفه؟ عارفه طبعا طبعا. الطريق السياحي ده لو فتحوا فيه السرعه يوميا في 3 4 حوادث. يوميا في 3 4 حوادث. صحيح. ان كان معمول كويس جدا ومعمول بخدمات ومعمول حاجات كتير طبعا جدا طبعا، بس سرعاته متناسبه، سرعات المحور متناسبه، سرعات طريق السويس متناسبه. انا بقول طبعا الناس كلها بتسمعنا. بس في عيب صغير بقى لما بتتكلم. اتفضل. اتكلم انا، هتكلم هنا براحتنا. طبعا اتكلم عن العيوب. طريق زي محور 26 اللي ده يعني رائع جدا، ما فيهوش يافطه واحده تقول لي سرعه كام، تقول لي الحد الاقصى كام. انا ببقى ماشي. هنا الهيئه عامله الطرق ولا هنا وزاره الداخليه واداره المرور ولا هنا بتبقى مين؟ الهيئه عامله الطرق. هي على الموتور. انا النهارده ببقى ماشي خايف، بعمل ايه؟ بمشي 80. انا مش عارف هو 80 ولا 90. مش عارف حد بالظبط. هو قبل التوسعه
كان 90 فالمفروض انت وسعته يبقى 100 خلي 100 يعني دلوقتي انا جاي دلوقتي من طريق السويس 120 انا مبسوط جدا جدا معلهوش ورا الرادار بسرعه متناسبه بس خلي بالك مش في كل طريق السويس 120 في حته 100 طبعا وفي حته 60 وفي حته كتير بس يعني الحته اللي هي 120 ممتازه بصراحه صحيح يبقى اذا لما ايوه هو عامل لك طريق برضو داخل في 10 حارات يا باشمهندس براحتك بقى طبعا بس الناس برضو مش واخده على النظام الناس مش واخده على النظام بتلاقي واحد داخل لك عكسي واحد يقول لك انا بخطفها تخطف ايه يعني والله اقدر اعمل مرور عامله مجهود يعني في المحاور دي تلاقي تيك توك خرج تيك توك خرج من هنا تلاقي ميكروباص خرج من هنا موجودين المرور الصراحه ربنا يعين حضرتك 5 مليون تيك توك في مصر اعتقد بعضهم اتقنن يعني داخل المحافظات بقى ليهم ارقام وليهم حياه لو انا بشوف صح يعني قليل قليل مش كل المحافظات قليل ولان التوك توك ده يجيب دخل الدوله كويس جدا التوك توك ده حضرتك لا رخصه سواقه ولا رخصه تسيير مركبه ولا وده بيشتغل اجره ما اللي عليه رقم ما اللي عليه رقم ده بيبقى ايه تقنينه ايه مش خلاص كده الرقم ده اتعرف داخل بعض الاحياء يعني بعض الاحياء اللي بعض رؤساء الاحياء يعني عملوا نقطه نظام كده زي حي المطريه زي حي عين شمس ما انت بخبرتك عايز ايه تعمل له ايه انا عايزه يبقى زيه زي العربيه اللي انا راكبها عليه نمره وفي رخصه سواقه ونمره اجره لانه هو شغال اجره صحيح يدفع ضرايب هو ليه انا ادفع ضرايب وهو ما يدفعش ضرايب ده بقى غالي قوي يعني انا اسمع انه عشان طبعا ساكن الدكتور يسمع وانا ما يوريش احمد انت بتفتح عين الدوله علينا لا يعني اقل حاجه 10 ولكن القانون اقل حاجه 10 جنيه لا في اكتر من كده بكتير فانت يعني بتطالب بتقنينه كمان تقنينه ويدفع ضرايب مين اللي يعمل هنا برضو المحافظين الساده المحافظين ولا اداره العامه للمرور مين الجهه يعني انت بتكلم مين هنا ان احنا دايما كلامنا ايه بنوجهه للناس عشان يشتغلوا عليه المرور والمحافظين الاثنين لازم دول يدفعوا ضرايب من حق الدوله انا دلوقتي جري معاك يا باشمهندس بس قدامي 3 دقايق ومش هينفع افتح على اهم ملف وهي الارض الزراعيه اعتقد برضو الدوله هنا اشتغلت بفكره صح وقفت النزيف الاول وعالجت اللي موجود بالظبط ده صح كده بالظبط ده وصلوا النجاحات فيه بقد ايه مثلا تقريبا لا بص حضرتك كانت المشكله كبيره قوي اكبر مما تتخيل والمشكله اصل برضو راجعه موروثات برضو لحقبه تاريخيه للاصلاح الزراعي احنا النهارده لما طلعت القرارات بتاع الاصلاح الزراعي ان الحد الاقصى 50 فدان حصل تفتيت في فين في الثروه الزراعيه اللي كان عنده 100 فدان كان بيقدر يخدم عليهم ويطلع انتاج طبعا النهارده لما اديت للفلاحين خمسة فدان كل واحد كان ساعتها الفلاح من دول بيتجوز 4 تمام يعني مخلف له 20 عيل تمام يعني الجيل الثاني اللي هيوزع عليه الخمسة فدان ده كل واحد هياخد له مترين تمام ظهر ايه بقى حضرتك لو نرجع بالذاكره ظهر حاجه اسمها القماين الاماين دي ايه بياخدوا التربه الزراعيه ويضربوها ويعملوها طوب يوضعوها كطوب ظهرت نتيجه تفتيت الثروه الزراعيه خلاص ما انا كل اللي عندي انا زمان لما كان عندي 100 فدان بطلع يعني ماس برودكشن بطلع انتاج طبعا وفي شغل لكن كل اللي عندي ربع ايراد تفوروا عالجت الدولة هنا ازاي؟ عالجت بقى في التوسع في اصلاح الاراضي الجديدة ولا عالجتها ازاي؟ بالاستصلاح ولكن الاستصلاح يكلفني كتير انا بنشوف طبعا تكلفة شرق الدلتا عامل ازاي وتنميتها عامل ازاي وتوشكى عامل ازاي وغيره صحيح وغيره والصالحية والريف المصري وكذا حاجة انا النهارده لما اراعي واحافظ على الارض الزراعية بتاعتي تكلفني اقل كتير قوي من ان انا اروح استصلح طبعا ده الاستصلاح ده مكلف جدا اقتصاديا مكلف جدا طبعا فانا النهارده الدوله محتاج مياه ومحتاج حاجات كتير كل حاجه ومحتاج عماله زراعيه النهارده العماله الزراعيه غاليه طبعا النهارده يوميه العامل الزراعي 300 جنيه فيعني اللي بيتكلم ليه القوطه غاليه ليه الخيار غالي يوميه العامل الزراعي وايجار الفدان النهارده كام دراسه اقتصاديه هتلاقي ان كل حاجه بقت غاليه كل حاجه بقت غاليه بس هنا ما يمحيش ان الدور الرقابي ممكن يضبط شويه المشهد في الاسعار هي ما توصلش ل 30 و 35 مهما كلفنا اللي حضرتك بتكلف قول انا هختلف مع حضرتك يا ريت الدور الرقابي كل الناس بتلقي اللوم على الحكومه لا انا بقول ما فيش حكومه في العالم تقدر تراقب 100 مليون مواطن مستحيل هنجيب 100 مليون ضابط لا طبعا ما ينفعش في حاجه اسمها بس انا عنديش 100 مليون تاجر يا باشمهندس كام تاجر مليون مليون خلاص. ماشي
كل العالم حضرتك في حاجه اسمها الان جي اوز، الجمعيات الغير حكوميه، ماشي، وليها دور فعال الصراحه، وعمل لها مظله كبيره دلوقتي وموجود. الناس تتجمع وتشتغل وتراقب، والحاجه اللي ما تعجبهمش يقطعوها، لكن ان الحكومه تتولى كل شيء، تقوم بكل الادوار، يعني بحث تمويل ما تنزلش، حمايه المستهلك ما ينزلش، يضبط المشهد دلوقتي يقدر. بس كالحجم مساحه مباحث التموين والتموين وكل دول جنب السوق المتسع ده، النسبه ضعيفه. ما انت طالب مني انا ايه كمواطن وانا اسمعك دلوقتي اعمل ايه؟ يعني انت مواطن غالي في الحته دي ما اروحش ما اشتريش؟ نعمل حاجه، كل مجموعه، كل اتحاد ملاك، نعمل اتحاد ملاك لكل عماره، وكل خمس ست عمارات نعمل جمعيه لمراقبه الاسعار، وننزل نشوف الاسعار، لا دي غاليه احنا مش هناخدها. لما الحي، لما المنطقه كلها الراجل يلاقي نفسه بيرمي الطماطم في الزباله كل اسبوع، غصب عنه هينزل السعر. احنا فاضيين لده في الضغوط اللي احنا فيها يا باشمهندس؟ ما هو الناس انا برد عليك برد الناس على في العربيه في بلد دلوقتي، كله بره بيعمل كده، ما عندوش الضغط الاقتصادي ده. احنا قاعدين وعايزين الحكومه تيجي تاكلنا بقنا. الحكومه هي بابا وماما. لا، مفيش حاجه، مفيش في العالم كده، مفيش حاجه في العالم تقول ان الحكومه هي بابا وماما. الحكومة مش بابا وماما، بس الحكومة اللي بتدير، بس ما تقدرش تخش، وهي المكلفة بده. بس ما تقدرش تخش في كل التفاصيل دي. كل التفاصيل تفاصيل ضبط مشهد الاسعار، مش تفاصيل كتير يا باشمهندس. صعب، صعب جدا. انت عايز احنا اللي نعمل ده، دور المواطن، دور المواطن ودور الجمعيات الغير حكوميه. انت عايز حلقه تانية؟ اصل انت جيت لي بقى في ملعبي بتاع حال بلدنا وبتاع الناس، فانت محتاج حلقه تانية. بس الساعه جريت مع حضرتك. لا، وعندنا اختلافات كتير طبعا، ان احنا نختلف كتير الفتره اللي جايه. دكتور، نورت راديو 90 90. اختلاف لا يفسد للود. طبعا طبعا طبعا، ونفقد الصداقه والمحبه اللي بينا والاحترام لحضرتك طبعا. الله يخليك، يشرفني اكون موجود مره تانية معايا دكتور سيف الدين احمد فرج، خبير التخطيط العمراني، نورت راديو 90 90. خلصنا حلقتنا النهارده وخلصنا اسبوعنا، نرجع لكم الاربع اللي جاي ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 2، ولكن ده يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.